يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. زي ما تكلمنا اليوم موضوعنا راح نتكلم عن التغذية وجودة التغذية. يعني يسرني أن يكون معي ضيفتي الأستاذة حنين بخش أخصائية التغذية. نتكلم عن جودة الحياة، جودة الغذاء عفوا، وسلامة الغذاء والمواصفات اللي تتحدد عليها نعرف أن هذا الغذاء جيد وسليم. مساك الله بالخير أستاذة حنين. مساء الله بالنور وأهلا وسهلا فيك وكل المستمعين. بداية أحب أعرفكم بنفسي، أنا أختكم حنين بخش، مقيم في المركز السعودي للاعتماد المانح للشهادات الآيزو، ومتخصصة في مجال سلامة الغذاء وبرنامج تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرج اللي هو الهسب، ومدرب دولي معتمد من الهايفيلد على 1 من 3 على مستوى المملكة في مجال جودة وسلامة الغذاء. ما شاء الله تبارك الله يا أستاذة حنين. طيب أستاذة حنين، يعني أكيد إحنا راح نتكلم في عمق اختصاصك. أول شيء إذا بدنا نتكلم في موضوعنا، وش الفرق بين جودة الغذاء وسلامة الغذاء؟ تمام. بالنسبة كثير من الناس بيكون عندهم لبس ما بين مفهوم الغذاء الآمن والغذاء الصحي، ما بين سلامة الغذاء وما بين جودة الغذاء. الغذاء الصحي اللي تقريبا كلنا بنعرفه واللي بيتكلموا عنه المتخصصين في التغذية اللي هم أخصائيين التغذية الكلينيكية السريرية عادة، إنه الغذاء الصحي اللي بيفيه كافة العناصر الغذائية والحصص اللي بيحتاجها جسم الإنسان، اللي بتتمثل في البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات المعادن الدهون، وعادة هم اللي بيقدروها، هم اللي بيعملوا الجدول الغذائي خلينا نقول للأشخاص الراغبين أو المرضى أو غيرهم. لكن لما نيجي نقول الغذاء الآمن السليم، فأنا أتكلم هو يعني أي غذاء، تمام، بغض النظر إيش ما كانت الحصص اللي كانت موجودة فيه، كان صحي أو غير صحي، كان وجبات سريعة أو كان مشروبات طاقة أو كان إيش ما يكون، تمام، ولكن شرطنا فيه إنه هو يكون خالي من أي مسببات أو مكونات ممكن إنها تؤدي بالضرر على حياة المستهلك أو خطر على حياة الإنسان، سواء كانت هذه يعني مخاطر فيزيائية مثلا زي الحصى، زي الشعر، زي الغبار، أو مخاطر مثلا كيميائية زي مثلا بقايا المنظفات اللي بتكون، أو رش المبيدات على المزارع، تمام، أو مثلا مخاطر ميكروبيولوجية مثلا بعض أنواع خلينا نقول البكتيريا اللي بتكون يعني مثلا في نورمال فلورا موجودة بصفة طبيعية على جسم الإنسان وعلى الحيوانات كمان، يعني مثلا الدجاج المني على جلده بشكل رباني طبيعي، في عندك السلمونيلا، تمام. فاحنا كيف نضمن انه الغذاء ده، او مثلا تكون مثلا مسببات حساسيه الناس اللي بتحسسوا من نوع معين من 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 ماده معينه من الاكل. ففكره سلامه الغذاء ان انا كيف اقدم اكل للمستهلك، تمام، يكون امن عليه وسليم وخالي من كل هذه المسببات اللي ممكن تسبب له ضرر او تؤذي. اما الجوده للغذاء، جوده الغذاء هذه انا اقصد بيها يعني هذه معايير تحتمل التفاوض، تمام، لكن سلامه الغذاء ما تحتمل التفاوض. ليه؟ لانه الجوده انا اقصد بيها مثلا الخصائص اللي بتدخل في ضمن تقييم المستهلك زي اللون، الشكل، الرائحه، الطعم، القيمه الغذائيه، المقادير، الاوزان. هنا انا اقدر اقول انه هذه جوده غذاء، انا اقدر افاوض عليها بناء على معايير وتوقعات المستهلك وتطلعاته. ممتاز. طيب أستاذة حنين، إذا تكلمنا عن يعني المواصفات اللي نحدد فيها جودة الغذاء. تمام. مو هي هذه اللي احنا بنتكلم عنها. احنا يمكن الناس لما بنقول دائما جودة غذاء بيفكروا انه والله جودة غذاء يعني اكل نظيف. حتى بنسمعهم يتداولوها كده باللهجة العامية، يقولك لا الاكل ده جودة وممتاز، اكل مرة نظيف. لا، هو في فرق. تمام. الاكل لما نقول اكل مره نظيف، اكل مره ممتاز، يعني
هنا المستهلك بيقصد انه زي كده، يعني مثلا لما بياكله ما بيتعب ما بيمرض ما بي... احنا اوقات مثلا ممكن ناكل اكل وبنتعب بنمرض مثلا. صحيح. بعيد الشر مثلا وانت في كرامه السامعين بيحصل له مثلا تقيؤ، بيجي له سخونه، بيجي له غثيان، بيجي له ازمه معويه، تلبك كذا، يحس الاكل ثقيل على بطنه او على على جسمه، ما هو تمام. او مثلا يجي يبدا ياكل فعلى طول تبدا الشفايف تتنفخ، بيبدا العيون الوجه يتنفخ، بيبدا يحكحك، ممكن يجيله اختناق، ممكن يجيله اغماء. هذا لما بيكون بيعاني من شفافيه، هذا معناته انه الاكل فيه له يعني احد مكونات الاكل فيها مادة بتسبب الحساسية. لأن إيش فكرة الحساسية؟ قدرة الله جسم الإنسان فيه له إنزيمات بتهضم البروتينات، بعض الأشخاص ما بيكون عندهم هذه الإنزيمات، فلما ما بيكون عندهم هذه الإنزيمات لما بيجي يتناول الطعام بتدخل، طبعا إحنا عارفين الغذاء عبارة عن بروتينات ومن مكونات البروتينات، صحيح. فبيعتبروا الجسم كأنه شيء يعني غريب، فيبدأ يهاجمه، فيصير رد الفعل التحسسي اللي إحنا بنسميها الحساسية. عشان كده دائما بتلاقي الوجبات التشريعية في الأماكن، حتى لو بتطلب مني، لو دخلت على مطعم، لو دخلت على كافي، بتلاقي دائما في بطاقة صغيرة اسمها بيحط مكتوب فيها مسببات الحساسية، أو حتى بعض أحيان بتلاقي مثلا يقول لك المنتج ده فيه مثلا مثلا فول الصويا، فيه الحليب باللاكتوز، فيه مثلا سمسم، صحيح. وكل واحد يشوف الشيء اللي يناسبه من الوجبات اللي موجودة في المنيو. طيب أستاذة حنين، ممتاز، اسمحي لي أستاذة حنين، بس أنا يعني في عندي محاور كثير، في عندي أسئلة كثير أبغى أتناولها معك، بس إذا تسمحي لي نطلع فاصل بسيط ونرجع نستكمل حديث المستمعين. فاصل قصير ونرجع لكم، قم معنا. يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان في جدد حياتك. أكيد هذه الساعة اللي تأتيكم دائما برعاية مستشفيات الحياة الوطني تحت شعار كن مطمئن، ودائما مستشفيات الحياة الوطني تقدم لكم المشورة الطبية وأيضا سبل الوقاية من الأمراض، وأكيد نصائح كثير عن الغذاء السليم. أرحب مجددا بالأستاذة حنين بخش، أخصائية التغذية. أستاذة حنين مساء عليك بالخير مرة ثانية. أستاذة حنين تسمعيني؟ أهلا وسهلا فيك يا أستاذة، حياك الله، أهلا فيك كل المستمعين. طب الله يسلمك أستاذة حنين. الآن يعني كيف يمكن يعني القيم الغذائية توضح لي كمستهلك مدى جودة المنتج الغذائي؟ يعني أنا أشوف القيم الغذائية هذه، هذا المنتج يحتوي على كذا وكذا وكذا، كيف أعرف أن هذا الشيء يناسبني؟ طيب بصفة عامة خلينا نبدأها كده من البداية، تمام، عشان تكون الصورة واضحة للمستمعين. الآن أي منتج غذائي بيكون عليه بطاقة، تمام، أو خلينا نقول معلومات، تمام، على المادة الغذائية. أنا البطاقة عندي هذه تتكون من قسمين، شيء اسمه البطاقة الغذائية وحاجة اسمها البطاقة التغذوية، تمام. البطاقة الغذائية بتفيدني في جزئية سلامة المنتج نفسه، من حيث مثلا اسم المنتج، المكونات تبعته، هل هي مسببات حساسية أو لا، تاريخ الصلاحية، مدة الحفظ، طريقة الاستخدام، طريقة المعالجة، بلد المنشأ، من فين كان، بعد الفتح مثلا كم ممكن ان احنا نستخدمه. هذه يسموها البطاقة الغذائية. في عندنا مربع كده بنلاحظه زي الجدول الصغير، الجدول هذا بيبين لنا الحفظ اللي يحتاجها جسم الإنسان يوميا، مثلا تحتاج كالوري بنسبة كذا، تحتاج أملاح بنسبة كذا، تحتاج هذا بنسبة كذا، بالإضافة إنه المنتج نفسه كم فيله من ما يحتاجه الإنسان في هذه الحصة أو في هذا اليوم. يعني مثلا أنت ممكن تأخذ منتج، مثلا أنت تحتاج خلينا نقول مثلا واحد من شيء ما، المنتج ده اللي أنت ماخذه فيه نص، فأنت ممكن هنا تأخذ دبل الكمية. هذه هي بشكل مبسط الفكرة الخاصة بي. طبعا احنا قلنا من البداية اتفقنا انه الجودة معناتها الالوان، القيم، الطعم، الحاجة دي. ليه؟ لان انا ممكن اخذ اكل صحي، تمام، لازم يكون سليم، لكن ممكن اكل اكل غير صحي، مثلا وجبات سريعة او معلبات او وبتكون مثلا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد غير سليم، تمام. فالسلامة شيء اساسي. ما انك انت تطرقت لل
للدقائق الغذائية اللي المفروض تكون. وأنا جبت طاري معلبات، خليني أقدم نصيحة للمستمعين إن شاء الله يا رب إن هي يعني تكون مفيدة. دائما إحنا لما بنجي نتسوق تمام، نتجنب إنه إحنا نأخذ المعلبات اللي بتكون مطعوجة، أو اللي مثلا الاستكارات اللي موجودة عليها غير واضحة، أو إنها مثلا بتكون منتفخة. إيش السبب؟ لأنه أوقات المادة العبوة نفسها تبعت المادة الغذائية بتكون من الداخل فيها طبقة زي طبقة الورنيش الخفيفة، تمام؟ بحيث إنها هذا من الداخل العبوة تكوني من داخل العبوة، بحيث إنها تمنع تفاعل المادة الغذائية اللي موجودة، لأن إحنا ممكن تكون المادة الداخلية تكون أحماض ومخللات أو مثلا تكون سكريات عالية، تمام؟ فعشان لا تتفاعل مع المعدن، تمام، لأنه المعدن نفسه حق العبوة قد يكون فيه له معادن ثقيلة، قد يكون ممكن يسبب خطر، يعني هذا اللي احنا نسميه خطر الكيميائي مثلا. فلما بتنطعج العبوة المادة اللي زي الورنيش اللي زي الجزيف الخفيف دي بتتكسر، فلما بتتكسر ممكن انها تختلط مع الأكل، هنا ممكن تصير التفاعلات. عشان كده احنا دائما نقول العلب المطعوجة لا تجي تشتروها خصوصا في الأكل، تمام؟ ممتاز. نفس الحاجة العبوة نفسها لما تكون منتفخة، هذا معناتها إنه هي بتصدر غازات سامة، معناها في عندنا في الداخل البكتيريا الكلستريديوم بوتشرينيوم، هذه بتفرز غازات وسموم ممكن تؤدي إلى الشلل، ممكن تؤدي إلى زغللة العين، يعني هذه صنفت على مستوى العالم إنها أخطر حتى من سموم الكوبري السوداء. نحاول يعني طيب استاذ خلينا اذا ما تطرقنا لموضوع صلاحيه الاغذيه، يعني بعدين نقول والله نشوف هذا حليب طويل الاجل وهذا حليب طازج، وش الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق بينهم اقدر الخص لك هو في كلمتين، تمام، اللي هي عباره عن المضافات وطريقه البستره، تمام، كلها بتعتمد على مضافات طريقة البسترة. أنا متى أقول والله الحليب ده يجلس 3 أيام أو يجلس أسبوع أو يجلس شهر، تمام؟ في عندي إحنا حاجة يسموها الألترا هيت، تمام؟ يستخدموها بحيث إنها بتكون بتعطي معالجة حرارية، تمام؟ اللي هو حتى اختصارة كده بنقول عنها الـ UHT ملك تحديدا مع الحليب. فكرتها ان هي بتقتل البكتيريا، تمام، وتستخدم في عمليات البستره، فغير بالاضافه الى الحاجات اللي بتضاف لها. فهذه هي اللي تقدر انت تحدد بيها تقول والله انا يعني مصنع او واقف على خط الانتاج اقدر اقول لك هذا حيقدر يتحمل مده صلاحيته اسبوع او مده صلاحيته اسبوعين. زي بالضبط لما انا اجي اليوم احنا ليش دائما في الاغذيه بصفه عامه نحرص على إنه الممارسات تكون كويسة. الآن لما أنت ممارس الغذاء له سلسلة بنبدأ فيها من المزرعة إلى المائدة، تمام؟ فلما المواد الغذائية من البداية من الأساس تنسقي بطريقة كويسة، مثلا بمياه نظيفة ما تنسقي مثلا مياه نجاري، طريقة التخزين عندها بتكون كويسة، طريقة الحفظ بتكون كويسة. زي مثلا البطاطس، إحنا بعض الأحيان بننزل السوبر ماركت نلاقي بطاطس عليها تبرعومات، تمام، هذا معناته ان البطاطس هذه اتخزنت بطريقه مو كويسه، تمام، جاها ترطوبه، جاها ضوء شمس. لما نجي اثناء عمليه الطبخ درجات الحراره ممتازه، التبريد اللي يكون مباشره بعد الطبخ، طيب، تمام، ممتاز. هذه كلها بتاثر في مده الصلاحيه، لاني انا لو طبخت كويس في درجه حراره ممتازه، بردت بطريقه صحيحه، اثناء عمليات التعبئه او التغليف كانت الممارسات اللي انا بتبعها صحيحه وتحط في فراغ، هنا حيطول عمر الماده الغذائيه. لكن لو انا كان في اخطاء في الحاجات دي، بالتالي اصلا حتى لو انا كاتب انه والله الماده الغذائيه هذه ممكن انه هي تكون صالحه، لا، حتلاقيها تمسكها تلاقيها ما غير صالحه، لانه صلاحية المادة الغذائية بتعتمد على ظروف التخزين، بتعتمد على خلينا نقول طرق الطهي ولا طرق الايه بالضبط، ممتع. الممارسات اللي بتتم مع المادة الغذائية مو بس كثير، ايام احنا بنلاقي حاجات، مثلا ابسط مثال بتروح بتلاقي مثلا خلينا نقول المعلبات اللي تكلمنا عنها قبل شوي بتلاقيها لها تاريخ صلاحية ممتاز، لكن لما بتكون مطعوجة او منتفخة معناتها انه تعرضت لظروف تخزين سيئة،
ممتاز صحيح. فهذا طيب بيأثر على مدة صلاحيته، يعني تاريخ استاذة. الصلاحية ما هو معياري إن أنا أقول والله خلاص إذا هو تمام. ممتاز أستاذ حنين، أكيد أنا راح في عندي نقطة جدا مهمة اللي هي مدى جودة الـ الـ الغذاء اللي يعني طويل الأجل أو صلاحيته طويلة أو الغذاء الطازج، لكن حاخذ منك الإجابة بعد ما نطلع فاصل. مستمعينا فاصل قصير ونرجع لكم، ابقوا معنا. ما زلنا مستمرين معكم مستمعينا ومشاهدينا في جدد حياتك، أكيد موضوعنا اليوم عن التغذية وجودة الغذاء وسلامة الغذاء. ضيفي وضيفكم الأستاذة حنين بخش أخصائية التغذية، نرحب فيك مرة ثانية أستاذة حنين. أهلا وسهلا فيك أستاذ حنين، كلمنا قبل الفاصل عن جودة الغذاء وجودة التخزين طريقة حفظ الأغذية. النقطة المهمة إذا ذكرنا مثلا، إذا على سبيل المثال أن في أنا عندي حليب طازج وحليب طويل الأجل، هل القيمة الغذائية بين هالمنتجين تختلف أو تكون نفسها؟ تمام، دائما الحاجات الطازجة تمام بصفة عامة، وهذه كمان يعني يمكن حتى الكل يتعرف على دائما الحاجات الطازجة والأمور الطازجة معناتها إيش؟ معناتها أني أنا يعني ماني حاطط فيها مضافات أو مواد خارجية تمام؟ طيب. عشان أزيد من فترة صلاحيتها تمام؟ فبشكل طبيعي زي بصفة عامة أصلاً حتى بالتفكير البسيط، لما أنا أجي أقول عندنا منتج خالي من أي إضافات أو خالي من أي مكونات، شيء طبيعي حتكون فترة صلاحيته قصيرة. يعني حتى بالشركات البراندات لما بتجي تتنافس، في إحدى الشركات عرضت في فترة من الفترات تمام وجبة سريعة وقالت والله إن الوجبة دي ممكن تجلس معاك أسبوع تمام بدون ما تتأثر. جاء البراند المنافس نزل نفس الوجبة ولكن عليه علامات سلف وعلامات فساد، قال إحنا منتجنا طبيعي من دون إضافات من دون أي مواد حافظة تمام وبدون أي إضافات كيميائية أو إضافات خارجية، فهو أفضل لك وأفضل قيمة لك وأفضل لصحتك تمام. لكن إحنا بنحتاج نلجأ بعض أحيان لزيادة فترات الصلاحية لأسباب معينة، زي مثلا الحملة اللي قامت بها قبل فترة من قبل هيئة الغذاء والدواء تكلمت عن تواريخ الصلاحية الخاصة بالمنتجات وشددت أنه لازم إحنا نتحقق من تواريخ انتهاء الصلاحية عشان الأمن الغذائي وعشان المواد اللي بتقدر تمام. فكانت بتبين لنا في الحملة هذه إنه دائما فترة صلاحية المنتجات الغذاء هي المفروض اللي إحنا المدة المسموح اللي إحنا نحتفظ بها تمام. ممتاز. الآن مع التطور اللي إحنا موجودين فيه صار في مواد كيميائية لما أنا استخدمها تشبه طريقة، لما الآن خلينا نقول اليوم لو أنت عندك خيار مثلا، لما حتاخد الخيار وتتركه في الثلاجة تمام ممكن يجلس معك ماكسيموم أسبوع إذا أنت وفرت له ظروف النقل والتخزين والحاجات دي كلها. طيب. لكن بنلاحظ مثلا عندنا مثلا زينب على الحنان عشان تقول لك لا عشان نحطه في مويه وملح وخل مثلا يجلس معك 5-6 شهور، هو اكيد حيسقط بعض الخواص، هذا شيء مسلم به تمام، ولكن بنزيد عمر حبته. دائما هذه الحاجات تستخدموها عشان ما تهدر الاشياء تمام او المواد الغذائيه، وفي نفس الوقت اللي يكون عندنا دائما المخزون والحصين الامن الغذائي دائما يكون عندنا الاشياء المتوافقه، لانه احنا مو دائما بنكون كل انواع الاكل، يعني في اشياء بتستوردها من الخارج تمام. فانت لما تبغى تستورد من الخارج مستحيل انك انت جيب شيء طازج اي صحيح يكون فريش. طيب استاذه يعني في بعض المواد او بعض المعلبات وبعض المنتجات لها مده صلاحيه معينه، هل هذه مدة الصلاحية هذه تكون دقيقة جدا ولا نقدر نتناولها حتى لو انتهت صلاحيتها؟ لا، أنا المعلبات والحاجات اللي بيكون عليها مضافات كيميائية ومضاف عليها أشياء بفضل تمام إنها تستهلك قبل مدتها. يعني حتى الحمد اللي إحنا تكلمنا عنها كانوا حاطين إنه كيف أنت تقرأ تاريخ انتهاء الصلاحية في المنتجات، يعني مثلا العبارة اللي تشير مثلا خلينا نقول على سبيل المثال انه تاريخ الانتهاء هو اكتوبر مثلا 2020 تمام او 2022 ما نشوف 22 تمام، معناته انه المنتج ده صالح للاستهلاك الآدمي لنهاية شهر اكتوبر، في حين انه العبارة
اللي فيها تذكر تحديدا تاريخ الصلاحية، مثلا اليوم مثلا 11/12/2022 زي منتجات الخبز والحليب، نهاية اليوم زي منتجات الخبز والحليب وال صحيح بالضبط. الحليب واللبن والحاجات هذه. طيب تفضلي. عبارة كمان صالح لمدة 2 من تاريخ الإنتاج، خلاص فمعناته أن المنتج من نفس الشهرين، من بداية الشهر لنهاية الشهر، ويستهلك قبل تاريخ، معناته أنه صالح حتى نهاية اليوم اللي قبل التاريخ اللي متحدد. ممتاز. يعني ظروف التخزين، طيب وظروف الـ يعني أكيد المنتج يطلع من المصنع مثلا يروح للمستودع، بعدين في شركات نقل، بعدين يروح للسوبر ماركت، بعدين يوصل عندنا. صحيح. تحت كل هذه الظروف يعني هذه يعملون لها حساب تكون في تاريخ الصلاحية؟ طبعا يعملوا لها مو بس حساب في تاريخ الصلاحية، في كل عمليات التخزين. يعني أنا اليوم لما أنا أتكلم في البيان في معرفتك قلت لك أنا متخصص في مجال سلامة الغذاء والهسل. الهسل هذا إيش فكرته؟ الهسل ده عبارة عن برنامج نظام، تمام، نظام جودة للعمليات، تمام، بحيث إنها تطيل فترات الصلاحية وتتركز على إنه المادة الغذائية نفسها تكون آمنة وصالحة لاستخدام الآدمي. حتى استخدموها شركة ناسا مع رواد الفضاء، لأن هناك ما كان عندهم يعني خلينا نقول في دكاترة مثلا خاص في أكل بياخذوه معين بيطلع معاه. واضح. واضح واضح. ففكرة النظام ده إنه بيتبع العمليات التصنيعية من المزرعة، تمام، مرورا بعمليات التخزين، وبيراعي كل مرحلة من مراحل التصنيع إيش المخاطر اللي ممكن تكون موجودة على الأكل، ممتاز، إيش العوامل اللي ممكن تتعرض لها، كم درجات الحرارة اللي المفروض تكون فيها، إيش ظروف التخزين، إيش ظروف النقل، ولازم يكون فيها التزام وتكون يعني ماشين بيها. عشان كده دائما بلاحظ الجهات الحكومية الآن بتطالب الفنادق، بتطالب معامل الأغذية إنه شرط مكاتب الإعاشة شرط أساسي إن هم يكونوا مطبقين برنامج اللي هو تحليل الجهات الحكم الحرب. يعني حتى الموظفين الموجودين أو خلينا نقول الشباب الجدد اللي بيبحثوا مهم جدا أن تكون عندهم الشهادات. ممتاز ممتاز أستاذة حنين، تسمحي لي بس نطلع فاصل قصير. مستمعينا فاصل قصير ونرجع لكم في جدد حياتك، ابقوا معنا. يا هلا وسهلا فيكم مستمعين ومشاهدين في جزءنا الأخير من جدد حياتك. اليوم حديثنا عن جودة الغذاء وسلامة الغذاء مع استشاري سلامة الغذاء ومدرب ومقيم الأستاذة حنين بخش. رحب فيك أستاذة حنين. أستاذة حنين، جاني سؤال أنا قبل شوي على أبليكيشن MBC مود، يسأل يقول الزبادي، يقول أن الزبادي له فوائد وخصائص جيدة أكثر بعد انتهاء صلاحيته. الزبادي له فوائد وخصائص في هذا الشكل باللوتة، لأنه بيستخدموه. الفكرة حقة الزبادي دائما إحنا كيف بنسوي الزبادي؟ بنضيف خائر البكتيريا ونضيف الحاجات هذه، صح؟ على أساس إنه الحليب عندنا يتحول لزبادي، هو أساس من البكتيريا النافعة، تمام؟ بعد انتهاء تاريخ الصلاحية عادة البعض بيستخدموه كماسكات وحاجات كده للبنات على البشرة والحاجات دي، لكن أنا أفضل صراحة لأنه مو دائما بتتماشى مع كل الناس، في ناس بيسووها وبيتأذوا منها بتضرروا منها بشرتهم ما بتتحمل الحاجة، تمام؟ فأنا أفضل دائما، يعني إحنا نسمع كثير على الخلطات لا احنا نتكلم استاذه حنين عن تناول الزبادي، يقولوا في فوائد للجسم يعني تناوله بعد ما تنتهي صلاحيته. هذه المعلومه صحيحه؟ لا المعلومه غير صحيحه. طيب استاذه، طيب. لو كانت المعلومه هذه صحيحه يعني كانت اصلا لقيناها على طول في هيئه الدواء والغذاء وكانت تكلموا عنها. بالعكس، ممتاز، يعني بننزل دائما المعلومات والهيئه بكثير باول بتحاول دائما حتى بتنزل المعلومات الخاصة أو المعلومات الشائعة اللي كثير الناس بتداولوه. ممتاز. طيب أستاذة حنين، أبغى أتكلم معك في محور جدا مهم، أهمية ترتيب الغذاء في الثلاجة. في ناس حط كل شيء فوق بعض ويلا، هل في تنصحي بطريقة معينة لتخزين الغذاء في الثلاجة؟ إيه نعم، في إحنا عندنا طريقة بنتبعها
حتى المنشآت الغذائية دائما بيتبعوها، وحتى لو ما التزموا بها بيكون عليهم يعني طبعا احنا بنسميها الطريقة الصحيحة او ترتيب المواد الغذائية في الثلاجات. ايش الحكمة؟ ايش السبب؟ عشان ما يحصل فيها فساد للأطعمة، ما يكون فيها تلوث، في نفس الوقت تزيد فترة الصلاحية اللي المفروض يكون موجودين بيها، تمام، وتقلل من حدوث التسممات والحاجات هذه. طبعا كيف بيكون ترتيب ده؟ بصفة عامة المواد الجافة بيكون لها مخزن خاص أو جزئية خاصة، تمام، أبواب الثلاجات ممكن نحط فيها السوائل، ممكن المعلبات، الحاجات اللي ممكن تنحط في الرف الجانبي، تمام. في عندنا دائما الرف السفلي يكون للصغار، تمام. إذا حال كانت الثلاجة عندنا فعليا على أضمن الرف السفلي هو مقفل تماما، ولو حطيت شيء فوق ما حنحصل عملية تنقيط من المواد إذا كانت مثلاً مية أو كانت حاجة عليه، تمام؟ أوكي، أنا هنا أقول إيه، ممكن أنا الإدراج خليها للخضروات والفواكه. لا والله إذا لا حاشيها، في تنقيط حيحصل، ما ينفع إن أنا أتركها، لأن الخضار والفواكه تعتبر من المواد العالية الخطورة، لأنه أنت ما رح تعمل عملية معالجة على مثلاً على الفاكهة إنك أنت مثلاً تغليها، ولا إنك أنت مثلاً تقطع حمى، أنت حتاخذها حتشطفها وتقطعها وتاكلها. صحيح، ما في طبخ وما في تعقيم. بالضبط. أو في بعض، عشان كده دائما ننصح أن يكون في ثلاجة خاصة بالخضروات، أو على الأقل أنها نضمن أن الرف السفلي ده تبعها ما يكون فيه. لا والله ما يكون في الشيء ده، إذا حنمشي على الترتيب التالي، تمام، أنه دائما الرف السفلي يكون للبيض والدجاج، تمام. نجي نطلع للرف الأعلى منه إذا كان عندنا لشم المفروم. الرف اللي بعده اللحوم اللي بتكون دائما مقطعة، أعلى منهم بنحط الأسماك. طب ليش إحنا حطينا الأسماك فوق؟ لأنه زي ما قلنا، قلنا الدجاج عليه السلمونيلا، اللحوم دائما فيه حمل الميكروبي عالي. بعض الأحيان خصوصاً السيدات في البيوت مثلاً تبغى تطبخ حاجة معينة فبتطلعها تشقها في الثلاجة، وهذه بتنزل إفرازات، بتنزل السوائل، فبتنزل معاها على إيش؟ لو تحتها بالمنطق كده في انت حاطط مثلا فاكهه ولا حاطط خضره ولا حاطط بسكوت ولا حاطط شيء، خلاص ما حتقدر تسوي اي شيء، انتهى الموضوع. ممتاز، تمام. فعشان كده دائما فوق الاسماك بنحط الخضروات المقطعه والسلطه. طيب استاذه حنين، انا جاني سؤال يقول عن وعلى شيء الالبان والاجبان. طيب جاني سؤال اللي يسال عن الاكل المطبوخ، هل ينفع نحطه في الثلاجه على طول ولا نخليه يبرد برا شوي؟ طيب هذه تحديدا خلينا نقولها عشان نعطيك هي كده، معلش يعني اسمحوا لي للمشاهدين بس او المستمعين عفوا، تفضلي. يعني هذه نقطة جدا مهمة، تمام، كثير احنا بنتعرض لها، وانا يهمني ان انا اشير حتى اني انا اليوم لما انا ممكن اشارك في البداية من انا اليوم اجي أطبخ لازم في عندي خلينا نقول بعض المعايير اللي أنا أتبعها أثناء عملية التخزين وأثناء عملية الطبخ وأثناء بعد كده التخزين، عشان أنا أضمن إنه فعلاً الممارسات اللي عندي بتكون صحيحة، تمام. ممتاز. طيب. فهناك شروط إحنا لازم نمشي فيها. دائماً الأكل المطبوخ في حال تم تبريده، تمام، بطريقة صحيحة. يعني أنا الآن طبخت الأكل، أكيد درجة حرارة الطبخ على حسب، إذا كان في الفرن ممكن تعدي 100، تمام. إذا كان مثلا لا والله على النار، يمكن إحنا في البيوت ما عندنا المقياس اللي أنا أعرف مثلا، إلا أننا مثلا أكون محدد درجة حرارة معينة، ممتاز، لازم يوصل لدرجة 60. بعد درجة 60 أنا أحسب له 1:40 بعدين أقدر أحطه في الثلاجة. ايوه، اللي هذه المده اللي تدرجها عشان انا بعد كده ادخلها في الثلاجه، تمام. ولما ابغى اطلعها او اسخنها، تمام، لازم التسخين يكون لمره واحده. طيب انا اليوم طابخه كميه كبيره، معناتها كيف حسخنها؟ معناتها حاخذ جزء من الماده الموجوده عندي، الطبخه الموجوده عندي واسخنها. لو انا متاكده
من خلينا نقول درجة حرارة السطح إن هي فعلاً وصلت 75 تمام، أنا أقول لك التسخين ما عندك أي مشكلة وتبرد بطريقة صحيحة، سخنها على درجة حرارة. لكن لو ممتاز واضح أنا ماني متأكد من درجة حرارة السطح، أو مثلاً جبت أكل من برا خلينا نقول، أو مو أنا اللي طبخت مثلاً، أو ما ركزت في النقطة دي، هنا لازم لما أنا أجي أسخن ما بين درجة 70 وال 72. واضح أستاذة حنين، أنا معلش أعتذر منك أستاذة حنين، إحنا يعني للأسف وقت البرنامج داهمنا. شكرا لك وشكرا لمعلوماتك وشكرا لكل الكم الهائل المعلومات. صراحة أنا عندي أسئلة كثير، لكن هذا أكيد يعطينا أننا إن شاء الله نلتقي في حلقات ثانية نتكلم عن موضوع هذا المهم، خصوصا في فترة الصيف. أستاذة حنين بخش استشاري سلامة غذاء ومدرب ومقيم، شكرا لوجودك معنا في جدة حياتك. شكرا لك وشكرا لاستضافتكم الكريمة وشكرا لكل المستمعين، ويا رب نكون خفيفين كده على قلوبهم يا رب. الله، شكرا لك أستاذة.